اهلا من جديد مشاهدينا الكرام، نتواصل معكم عبر صباح الشروق على الهواء مباشره، وينضم الي الان استاذ بليق لتحليل ابرز الاخبار اللي وردت على موقعنا على الشبكه العنكبوتيه. بليق اهلا بك، صباح الخير. صباح النور وبارك الله فيك. عليكم السلام. كيف الحال؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. طيب نبدا مباشره من اهم الموضوعات التي تشغل الساحه وما تصدر موقعنا على الشبكه العنكبوتيه، وطبعا انا اقول مع رئيس تحريره دائما. مجلس الوزراء السوداني يجيز الموازنه برفع تدريجي لدعم المحروقات. اجاز مجلس الوزراء السوداني مساء امس الجمعه موازنه العام 2020 بعد اجتماع استثنائي مطول استمر لاكثر من 6 ساعات برئاسه مجلس رئيس المجلس دكتور عبد الله حمدوك. وأقر المجلس رفعا تدريجيا لدعم السلعي خاصة المحروقات، وأبقى على دعم القمح وغاز الطبخ ومضاعفة الرواتب. وأعلن وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي في تصريحات صحفية عقب الاجتماع مضاعفة المرتبات بزيادة 100% ومضاعفة صرف الموازنة على خدمات الصحة والتعليم والبنيات التحتية، بجانب اعتماد مجانية التعليم والعلاج في المستشفيات الحكومية، فضلا عن تقديم الدعم الاجتماعي المباشر. وأكد البدوي استمرار الحكومة في دعم القمح وإمدادات الغاز للمنازل بسبب تأثيرهما المباشر على الأسر الفقيرة. من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة الانتقالية من الآراء الكثيرة التي خرجت من قوى الحرية والتغيير، هذا بالإضافة إلى آراء الخبراء الاقتصاديين وغيرها. الموازنة بالتأكيد جاءت في وقت صعب جدا، وقت يعاني فيه الاقتصاد السوداني ويعاني فيه الشعب السوداني من مشاكل ومطبات كثيرة جدا. إجازة الموازنة برفع الدعم التدريجي برفع تدريجي للدعم عن ستزيد من العبء على المواطن السوداني المغلوب على أمره. أنا كنت أتمنى أن تتم إعادة هيكلة لمزالة الدعم وبترتيبة بصورة سريعة جدا حتى نضمن أن يصل هذا الدعم إلى مستحقيه بالصورة المطلوبة، وأن لا يتسرب الدعم كما ظل يتسرب طوال السنوات لمستحقيه. هناك ملايين من الناس يتلقون الدعم وهم من غير مستحقيه. كنت أتمنى أن تتجه إلى وزارة المالية، تتجه وزارة المالية أو الحكومة الانتقالية إلى حلول أخرى، وهي لجأت الآن إلى الحل السهل والحل المجرب، حل مجرب من قبل النظام السابق أو النظام البايد عدة مرات، آخرة في العام 2013، ورأينا كلنا ما سببوا من مشاكل ومن أزمات تسببت أخيرا في إسقاط النظام. نعم، الحكومة ستدعم القمح، إمدادات الغاز للمنازل، هذا ما أكد السيد وزير المالية. بالتأكيد. نعم، لأنه يقول هذا بسبب التأثير المباشر على الأسر
الفقيرة. هذه الموازنة وفق قراءتك، لأن أنت ذكرت الآن أنها يعني ستزيد المعاناة على كاهن المواطن. الآن هناك دعم للقمح وإمدادات الغاز، في هذا الجانب كيف تقرأ هذه الموازنة؟ تأكيد الآن في الحقيقة أصلا يوجد دعم للقمح ولإمدادات الغاز، والآن المواطن يعاني ما يعاني، والاقتصاد منفلت لدرجة بعيدة في أسعار الصرف وفي متطلبات الحياة اليومية، الأسعار في الأسواق وغيرها من النزعات السلع الأساسية. في كل يوم نرى سعرا جديدا، والحياة ما متدرجة من في يوميا من أصعب إلى أصعب. نعم، تضمنت أيضا مضاعفة الرواتب وزيادة بنسبة 100%. بالتأكيد تضمنت مضاعفة الرواتب، لكن لو نظرنا إلى الحد الأدنى إلى الرواتب الموجود الآن هو عبارة عن 450. هذا بالنظر للراتب الأساسي الآن وضع الراتب الحد الأساسي الأدنى 450 هو 1000 جنيه الآن حسب الموازنة جنيها المطروحة. حسب ماذا تعني 1000 جنيه للمواطن؟ هذه تسبب مشاكل كثيرة للطبقة الكادحة، وهي الطبقة الأكبر الآن في السودان. نعم، مثلا موضوع الاستلام الآن، للاستلام أيضا استحقاقات كبيرة جدا بالتأكيد. في الموازنة، بالتأكيد هل هو مضمن أم لا؟ بالتأكيد أنا بالتأكيد أن السلام لابد أن يكون مضمن، والآن تجري مفاوضات السلام وتقترب من نهاياتها، بالذات في الملف الخاص أو المسارات الخاصة بالجبهة الثورية. نعم، تقترب من نهاياتها، لابد أن يكون هناك ترتيب من قبل الحكومة الانتقالية لدفع استحقاقات السلام في هذه المسارات، وخصوصا مسار دارفور ومسار المتعلق بالحركة الشعبية شمال جناح مالك عقار، التي تعتبر وهي جزء رئيسي من الجبهة الثورية. نعم.